عليكم الاخوان. غادي نقول لكم صباح الخير، واخا غاد الفيديو تقدروا تشوفوها في وقت ماشي في الصباح، ولكن على العموم اليوم ان شاء الله انا في عوده الى اليوم الخميس، اليوم الاربعاء حنا راجعين ان شاء الله الى مدينه مراكش. هذه تقريبا السادسه صباحا راجعين، لان الوالده ديالي نهار الثلاث، وسمحوا لي انني ما درتش اللايف نهار الثلاث لانني مشيت تواعدت مع الوالده ديالي، لان اليوم ان شاء الله عندها الطياره للديار المقدسه. ودرت هذا الفيديو تحت طلب بزاف ديال الاخوان انني نشرح اش واقع في هذيك الفيديو اللي تنشرات، وشنو عطي شي تفسير انا الاخوان غادي ندير هذا الفيديو، وتمنيت انه وكنت حلفت ان يوم الاثنين السابق انه غيكون اخر مره غنجبد اي طور ولا شي حاجه، لان فريمون انا مليت من انا نبقى كل ساعه نهضر على هذا الموضوع هذا، وان شاء الله هذا الفيديو غتكون اخر فيديو، ما باقيش انا غادي نجبد هذا الموضوع هذا لانه فريمون صافي بدا ديرونجاني. بعدا اللي كيتساءل شكون هذا الاخ اللي حدايا، راه الاخ ديالي. وبالنسبه لله فيديو اللي تنشرات واللي صراحه ضراتني شخصيا، وضراتني ماشي ماشي المحتوى ديال هذيك الفيديو. انا اللي ضرني في هذيك الفيديو ان كاينين الناس اللي والله الا عيب، يعني سبع سنين وانا في الدومين، سبع سنين وانا ما داخل سوق راسي، يعني ما تنكلاشي حد ما تنشوف الصداع، عايش حياتي بيس وعايش مع الاخوان، كنشارك حياتي معاهم، ما عنديش مشاكل مع الناس وما كنقلبش على مشاكل. وما عرفتش انا بعض الناس علاش كيحاولوا انهم يطيحوني، كيحاولوا يديروا اللي بغاو باش يطيحوني، خاصهم يقلبوا على اي حاجه باش يطيحوني. وهذا الشيء راه ماشي جديد، راه الناس اللي الا كنتي انت من المتابعين ديال 2012 ولا لا ما كنتش من المتابعين سير رجع 2012، كان واحد المره نشروا عليا واحد لا فيديو معايا واحد الساطا ودايره رجليها هنا، وقال لك هذيك الساطا ما عرفت شنو هي هذاك الشيء، وكنت المهم ما غاديش نقول شي كلمات لان هذا الفيديو غادي يشوفوها ناس محترمين. المهم وراه باقا هذيك، انا راه مزوج دابا وبنتي، وبعض المرات تينوضوا دي باش ينشروا هذاك الشيء. ما عرفت انا علاش الاخوان ما كنحملوش شي واحد ناجح في هذه البلاد، ما عرفتش انا ما بغيتش تفهم لي انا هذه القضيه هذه. انا الحمد لله ملي دخلت لهاد الدو انا ولد الشعب، وملي دخلت لهاد الشيء انا راه هاد الشيء راه ما تيطيحنيش باش نكون واضح، وانا هاد لي فيديو وهاد الشيء هاد الفعل تاع الصغار راه ما تنطيحش انا الحمد لله، غادي برضات لي والدين وغادي بنيتي هما، والناس اللي في قلبهم حسد واللي في قلبهم غل واللي ما حامليش هاد الحب اللي كنتشاركوا مع بزاف ديال المغاربه، ملايين الناس حول العالم، واللي ما حاملينيش انني وصلت لهذا المستوى، الله يرضى بهم. هادشي اللي غادي نقول دابا، انا غادي نرجع وغادي نشرح لا فيديو وهذاك الشيء اللي تنشر في هذيك لا فيديو. ونتمنى من الاخوه الله يرحم لكم الوالدين، قبل ما تبداو تسرعوا بالحكم ديما طرحوا غير واحد السؤال على راسكم، هذا بان اشنا هي الفائده ديالي انني ننشر واحد لا فيديو او ننشر واحد الموضوع ضد واحد الشخص ونبدا ندير ليه سبون، نخسر فلوسي عليه، شنو هو الهدف في النهايه؟ حاول تطرح على راسك هذا السؤال ولقى ليه اجابه انت بوحدك. بالنسبه لا فيديو او غادي تنعاود ناكد تكون عندي اخر مره غادي نهضر في هذا الموضوع، لانه في الحقيقه ما باقيش هذا الموضوع لا يستحق اني نبقى نكثر عليه كل مره نبدا نهضر عليه، لان هذا الشيء خص اخويا ايطورو هي اللي تبدا تخرج تصريحات رسميه. انا راه ماشي المتحدث الرسمي بهذه الشركات، انا راه غير زبون مثلي مثل اي اخر اي مستخدم اخر. بالنسبه لهذيك لا فيديو، الصوره الاولى اللي تنشرات وقال لك انني كندعم الصهيونيه، ما عرفتش هذه الهضره الكبيره بزاف، واللي انا وليت كنحس براسي بحال ما ردونا بحال شيمون بيريز، انا وليت تنعرف شيمون بيريز والله ما عرفت الزمر، انا واش دخلني الفريع هذا. على العموم الصوره الاولى اللي تنشرات مع هذاك السيد، هذاك السيد سميتو علي حسن، هذاك السيد هو مدير الموظفين في شركه ايطورو، جميل جيد. اذا هذا السيد هذا كان كونتاك، هو اللي كنت قلت واحد المره انه لا فيديو الاولى اللي درت واللي عجباتهم هذا السيد هو اللي كونتاكتاني، قال لي شوف السي امين حنا راه عجبتنا هذيك لا فيديو اللي درتي وراه حنا بغينا نديروا لها سبونسورين، وراه غتبقى في القناه ديالك واش بغيتي نديروا لها سبونسورين عندك. قلت ليه ايه صافي، سيت واحد الكونترا، دابا هي لا فيديو اللي كتبان في الاشهار.
وهذاك الاشهار ما واخد عليه حتى ريال باش نكونوا واضحين. نقطة ثانية، هذاك السيد نهار بدات بداو الاشاعات على هذه الشركة هذه، قال لي واش سي امين نقدروا انفيتيوك عندنا المكاتب ديالنا في لندن، هز الكاميرا ديالك وصور وصورنا، صور المكاتب وصور هذا الشيء ودير معنا انترفيو، الناس اللي بغاو يعرفوا الشركة هذا يعطوك اسئلة وطرحهم علينا. وهذا الشيء اللي درت، وسولت بعض الاسئلة اللي هي منهم اسرائيل، وسولت بعض الاسئلة اللي هي يعني داك الشيء اللي الناس سولوني نقلت هذوك الاسئله اليوم وراه جاوبوا عليهم، وسيروا للحلقه وتفرجوا فيها. وهذيك الصوره اللي معاه هي صوره اللي انا نشرت هذيك الصوره ديال مع علي حسن رئيس الموظفين. واش انا واحد مدير شركه بغيت نقول ليه وانتم غير بالمنطق، واش واحد قبل ما تصور معاه بغيت نقول له راني لا كارت ناسيونال، نشوف لا كارت ناسيونال ديالك اش من بلاد انت؟ انا اولا عمري ما طرحت عليه السؤال اش من بلاد انت، لان علاقتي به ماشي ما داصرش عليه بيني وبينو دي زيميل داك الشيء بروفيسيونيل، ما سولتو لا انت منين لا منين جاي لا. السلام عليكم، هذا بالنسبه للصوره الاولى. الصوره الثانيه، هذيك الصوره الثانيه الاخوان دابا الناس يبداو يهضروا بحال انايا هذوك الناس تصورت معاهم شي 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 مسبح قاعد تشيش معاهم، ما الصوره احترافيه بروفيسيونيل، ناس تصورت معاهم في طنجة في البلاصة اللي بيكون في هذاك المؤتمر بالبادج ديالي، كما تصوروا معهم بزاف ديال المغاربة، بزاف المرام ماشي غير انا اللي تصور. الناس جابتها هذا، سولت هذا السيد اللي جورج قال لي يا خويا انا راه فلسطيني، احنا راه من فلسطين، فريق فلسطين، انا نشرت الصورة فريق فلسطين. واش الاخوان انا هذا السيد قال لي يا فلسطين تقول لي راه لي لاكارت ناسيونال ديالك نشوف انا الباسبور ديالك قبل ما نتصور معاك، وانا غير بالمنطق. والناس جاي يدير لي محقق كونان وهذا وتعرفهم اش هاد هادشي ما تيتفهمش ليا انا صراحة. واخويا الا كنتو هكا خصني انا والله العظيم خصني انا دابا قبل ما نتصور نمشي لا مشيت لجوجل وجابوا شي واحد نقول لا اخويا لاكارت ناسيونال ديالك الله يحفظك، لا اخويا فايتو داروها بيا راهي لاكارت ناسيونال ديالك شوفها هي الاولى، شوف كاش من البلاد طلع اخويا اسرائيل ولا شي حاجه ولا عندك مشكل وزيدون هذيك اسرائيل ولا ماشي اسرائيل. انا اخويا ما نقدرش نحكم صراحه، علاش نقول لكم علاش؟ لان كاينين بزاف الناس اللي كيدخلوا للسيت ويب ديالنا وكتماركا عندنا اسرائيل هما فلسطينيين، وهاد الناس والناس الفلسطينيين هما اللي قالوها ليا، فيقدر هذاك لينكدين انا صراحه عندي بروفايل في لينكدين ولكن ما نخدمش به، ما عرفتش انا يقدر يكون تيدير جيو طاك، يقدر انه كيحسب فلسطين اسرائيل الله اعلم، انا ما نقدرش نحكم على هادشي. ولكن طلعوا اسرائيليين ولا ما طلعوا اسرائيليين راه غير منطق، راه كتعاملوا معايا بواحد المنطق اللي هو غير منطقي. والمهم نتمنى ان هاد لا فيديو تكون وضحت فيها بعض النقاط، و بغيت نقول في النهايه ان الله يرحم الوالدين، الناس اللي كيعرفوني راه كيعرفوني، والناس اللي كيقلبوا غير على السبه باش يبداو يحلوا فمهم، هاد الناس الله يرحم لكم الوالدين، انا ما باغيش نعرفكم ومن الاحسن ما تعرفوني من الخب، حيت انا ما جايش للانترنت، انا راه ماشي انا راه ما جايش باش نتحارب، انا راه ماشي جاي باش نتحارب ونبقى رد على هذا جاوب على هذا دير، انا خويا جاي بغيت نوصل واحد الرساله علميه فقط لا غير، وهذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.